اليوم غادي نحضروا طبق الكرعين الذي تبعوا معايا ان شاء الله طريق بقدير والطريقه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طبق اليوم طبق تقليدي مغربي بامتياز، جيد جدا في هذه الفتره من السنه، وهو طبق الكرعين بالحمص. غتتبعوا معايا المقادير اللي هي سهلة جدا وحتى الطريقة بسيطة. تبعوا معايا المقادير. المقادير هي كالتالي: بسم الله على بركة الله. هنا عندنا الكرعين ديال العجل، يعني الفو، يعني هو اللي كناخد منه الكرعين، كنكونوا مغسولين منقيين مزيان، وكيتقطعوا يعني خاص يكون يعني عندك يعني في العظم خاص يكون واحد بحال منشار تيتقطع مزيان. البائع ديال الكرعين هو تيقطعهم، الا مثلا ما قدرتوش تقطعهم في الدار، مغسولين منقيين مصوبين. هذه رجل وحده يعني ديال الحمل، هذه ديال الكرعين ديال العجل عفوا. بالنسبه للمقادير الاخرى غنحتاجوا كاس زيت ديال المائده، غنحتاجوا زلافه كبيره اي ما يعادل 250 غرام ديال الحمص بجلوفه، انا كنخلي بجلوفه لان الجلفه ديال الحمص هي اللي فيها الفائده اكثر. هنا عندنا زلافه صغيره اي ما يعادل 125 غرام ديال الزبيب، كما كتشوفوا هذا الزبيب كنقولوا حنا ابيض. غادي نحتاجوا البصله صغيره والثوم، غادي نحتاجوهم الثوم يعني قل من هاد العبار، نقدر ناخذ نص يعني نص هاد الكركوبه ديال الثومه، هادو غادي نحكهم. غنحتاجو في التوابل الان غنحتاجو القرفه، ملعقه كبيره ديال القرفه، ملعقه صغيره ديال سكنجبير، ملعقه صغيره ديال الملح، من بعد كندوقو الملح بطبيعه الحال دائما، ملعقه صغيره ديال الابزار، وملعقه صغيره ديال الخرقوم البلدي. وكيجي زوين الكرعين بالزعفران الحر شعره، حتى هو كنستعملوه. عندنا عويدات ديال القرفه، وهنا باش غادي نعسلوا الزبيب في الاخير غنحتاجوا جوج معالق كبار ديال السنيده، ممكن تستعملوا خويطات ديال العسل بحال كما كتستعملوا المروزيه باش كيتعسلوا لينا الكرعين وكيتعسل لينا الزبيب وكيجي رائع جدا. الكرعين باش كيكون طبيعه الحال جيد كيطيب في الفاخر، ممكن تخليه يعني بات يجي بحال طنجي شكل طنجيه، ممكن تخليوه حتى يعني حتى الوقت اللي غتحتاجوه وتصوبوه على فوق الفحم او الفاخر، ممكن حتى النار عاديه. دابا غتبعوا معايا ان شاء الله الطريقه. بالنسبه للكرعين فهما كيحتاجوا للطياب مزيان، هادشي علاش خاصهم يطيب يعني ياخذوا وقت كافي، يعني ديروا حسابكم. انا غادي نقدر نبيتو في الليل، فانا غنستعمل طرجره عاديه، اما اللي يبغي مثلا الغداء ويستعملوا مثلا في وقت وخاصو وقت مبكر في الغداء، يخص ضروري كوكوط او طنجره الضغط باش يسربي، لانه ضروري خاصهم يطيبوا. الاول غادي نوضع الكرعين في الطنجره. بسم الله. في الاول غادي نوضع جميع التوابل كما غتلاحظوا معايا الان ان شاء الله. الان بهذه الطريقه غادي نوضع الملح، كما قلت لكم الملح راه كنعاودو نفيري فيه في الاخر. غادي وضعت دابا الخرقوم بلدي، ابزار، سكنجبير، ممكن حتى تحكوا شويه سكنجبير طري. غادي نستعمل الان القرفه مطحونه في الاول، ملعقه تاني صغيره. غادي نحك هاد سكنجبير عفوا الزعفران الحر، ما غاديش نسخنو بلا ما نسخنو.
بهذا الشكل هذا. غادي نلوح عويدات ديال القرفه الان كما كتشوفوا. غنوضع الزيت الان. غندوز غادي نحك الثوم والبصل. هاد الحكاكه ضروري خاصهم يتحكوا. ما حكيتوش الهشواغ باش ما يصيروش يعني بحال الماء، انا محتاجه ليهم يبقاو شويه طينين. فانا غنحكو بهذه الطريقه هاد البصله. الان بعد ما حكيت الثوم والبصل غادي نوضعهم بهذه الطريقه حتى هما. دابا بقى ليا غير يعني نروي الماء او نغطي. غنغطي الاشاره، غادي نغطي الكرعين كلهم بالماء يعني حتى يولي المستوى ديال الماء كما غتشوفوا معايا. غنوضعوا فوق يعني فوق النار مده تقريبا ساعتين حتى نشوفوا تدخل. يعني غنقلبوا بهاد بحال هاد الشكل بموس او سكين، غنقلبوا بحال هكا غيبان لينا انه دخل لانه كيكونوا قاصحين. من بعد من غيبان لنا دخلوا يعني تخلي الطياب، غنرمي الحمص لان الحمص صغير غيطيب وغادي يكمل الطياب ديالو. ملي غيطيب الحمص ويكمل الطياب ديالو الكرعين، غنرمي في الاخير الزبيب وغادي نعسلو بشويه السنيده وغادي نخلي كلشي ينضج مزيان على نار هادئه. اذا الان غادي نروي. بسم الله على بركه الله. حتى كيتغطى لينا الكرعين كلهم مزيان بالماء. دابا كما كتشوفوا يعني غطيت المستوى ديال الماء، غطيت الكرعين بالماء وغادي نسد عليه دابا الان باش يطيب. كما قلت لكم غنخليه مده ساعتين ان شاء الله، غير ساعتين نقلب يتدخل لي الكرعين ديالي. غادي نرمي الحمص. ايوا انا كما كتشوفوا راني ساده بالمهراس يعني باش يطيب لنا مزيان. دابا كنزولو بهذه الطريقه، نفتحوا على الطنجره. كما كتشوفوا دابا خاصنا ضروري نقلبوهم باش يعني الطياب يتدخل فيهم بجوج من جميع الجوانب. هنا راه شويه تدخلوا. اذا انا غنرمي دابا الحمص بهذه الطريقه. غنضيف القليل من الماء. وغنعاود نسد مزيان بعد ما قلبتهم كما كتشوفوا. يعني كنعاود نقلب بجلا جوج جوي باش يطيبوا لنا مزيان. دابا غنخليهم يطيبوا لنا على خاطرهم. ملي غيطيبوا غادي نضيفوا الزبيب. في هذه اللحظه كنضيفوا الزبيب بعد ما رطبناه في الماء، وكنضيفوا جوج معالق ديال السكر سنيده، وكنخلي الكل يتعسل حتى كتقال لنا المرق.
الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، اكله ساخنه في البرد لذيذه جدا روعه، فيها يعني المذاق المغربي التقليدي ونكهه ديال المالح والحلو في نفس الوقت. شكرا والى اللقاء.